ارمي 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 القنبلة عليه بسرعة، ارمي عليه. يلا يلا لحظة شوي، وينه؟ ها ليك 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 يعمل انت. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، يخرب بيتك من حالك. انت مجنونة شايفين مخك شي؟ عبالك تضربي عليهم، انت معي اللي معهم عم تضربي علي؟ هي فجرتينا خلصتينا، انا مجنون اصلا بلغت العب معي. ولك اي اي شبه ما انتبهت انه انت معي، يعني مسكين اكل براسه. استنوا شوي، شو رايكم بدل ما نبغى نلعب ببجي بالتليفونات هيك وهذا يربح وهذا يخسر ومعصب على بعض، نلعب ببجي هون وعلى الحقيقه. ايه شو يعني؟ ما حدا فهم شيء. اقسم بالله انتوا لازم تكونوا بمشفى المجانين، ما تكونوا هون. انا اذا بضل بكره الصبح بشرح لكم ما راح تفهموا. كلكم الحقوني على المطبخ بسرعه لحتى تفهموا القصه. يلا ولو شوي الحقوني على المطبخ. ابنك طقول على تشيتو، ما انت قبل كان طايق عليك، يعني ما في شيء جديد بالعيله. قومي خلينا نشوف شو به. لحظه اللي عم شوف الفيديو مو حيطيك لسه، حط طايق، اشتري كومنت، اشترك بالقناه وفعل زر الجرس حتى نصل للمليون ونص باسرع وقت. هلا كملوا الفيديو. من بين الرجال. اوه يا ظهري عم تطفش زولها خجلي، يخرب بيتك من حالك. شراتيني عين عينك، يخرب بيتك من حالك. وينو هذا المخدوط جايب لك اللي عندنا على المطبخ؟ ولو انا هون. حلو اليوم عم تصوروا شي فيلم اكشن بالبيت، انا مالي خبر، بدي اصور معكم. ولا مسدس اللي بايدي على شغله جايبي من بخشن الي. شو رايك اجيب لك الشاشه 500 كمان، ولا اجيب لك مدفع ضوئي تحطه جنبك؟ اسمعوا اسمعوا الخطة، البيت هون فيه 5 أسلحة على قدنا تماما موزعين بقلب البيت. المهم عليكم انتوا هلا تدوروا على الأسلحة تقوى وتجهزوا للمعركة، بس احنا هلا 5 لازم نقسم حالنا فريقين. شو؟ مين مع مين؟ استنوا لك، إذا هيك الخطة أنا بدي أحط فريق، أنا ومكرش مجودة مع بعض وأنت وأبوك مع بعض. موافق، أنا وأبوي مع بعض. جهز أبو بدر. استنى عندك، أنت وين موافق مثل الهبلان؟ هن ثلاثة ونحن اثنين، بعدين أنت بدك تستقر لي هون جنبك في برندة، يعني إذا هجم تيم كامل عليك أنت بتقرب من برندة بتهرب بتروح، أنا هنيك منين بدي أهرب؟ لا تخوف، أنا رح أكون قدام، يعني رح أغطي عليك، نحن كسبانين بإذن الله. اسمعوا، 3 2 1، الجولة التالتة، كلكم دوروا على أسلحتكم بسرعة. يخرب بيته، وين حطوا السلاح؟ ولك يا عبد السلامي وينو السلاح؟ يخرب بيتك. انا اذا ما لقيتهم رح نبلش. ليكو شغل روسيات كمان، يا عيني عليك، حتطي كل شيء اذا عطشت. انا جاهزه. ليش هذا وين حطوا المسدس؟ معقول يكون حطوا بالكونسول؟ الله الله، هاي المسدس هاي الرصاصات. لا حيرتلي كورا كمان عشان اذا عطشت. اول مره بشغل اخوك شرشبيل جايكي. لحظة ليش هيك صغيرة تضحكوا علي انتو؟ يعني سد فوزك شوي، لو ما عارف وين حنطي السلاح تبعي. خرب بيته من هون. ليكم يا عيني عليك على السلاح حاد، وهي طلقات هون كمان ممتاز. وحتطي كورا عشان اذا عطشت. عبادة تشاهد على روحك. طب مين عم يحكي؟ ام كرش رح تدور تفرح كثير من اول الجيم رايح يطولي بالك. خذي هاي اوري. ما اجت علي، انا بفرجيك يا عبادة الكلب. سوق هاي هذا اثنين بيتخطاش ممتاز. يخرب بيتك. ولك يا بديش انا معك بالتيم، بدك تنشني من الاول. يا عيني عليك من جديد، كتلي منه هدول، كتلي منه، ما كنا نخلص منه بسرعه. لا عبادة الله يصحك، لو جاي بيفرد حقيقي كنت كبست رصاصة هيت شوت بنص راسها خلصت منها، رحت تجوزتها لام تحسين. الله ورحت يا رجل سمعتك، بدك تتجوزها لام تحسين جواز برصي. يخرب بيتك من حالك، بعد الكاميرا جبي حمرا انا بفرجيك. سوي هي ولي كانت روحتني. وين هي انكرش؟ غيرت موقع شي؟ ولا خدوج وينك؟ هون يا حشرة ليه تتلك؟ خذ هي نفدنا. يا غدارة يا حقيرة، أنا بفرجيك يا خدوش، طولتي باللعبة كثير أنت أصلاً. يخرب بيتك، بدك تموت أختك يا عديم الشرف والضمير، أنا بفرجيك بسوق هيك.
عمي نحن هلا بجيم ما في اخوي واختي انتو هلا اعدائي بالدم المقابيلي انتو لازم اضربكم اموتكم كلياتكم بدك بابا شو عم تعمل كلهم عم يضربوا علي طيب شو عم تعمل ولك شبك شبك شو قد بتنق بعدين انت شلون ايش حيطه مو شلون نشرب منه وناخذ منه طاقه بعدين انا رجال كبير اذا ما شربت وخد طاقه ما بحسن اكمل معكم بعدين انت المره راح اجيب لي كوكا كولا جيب لي فانتا بحبها اكثر فانتا فانتا انا حق علي اخذتك بفريقي ولك تركني زف من ايدك وركز بقى طول عم يضرب علي خسرنا فرج خدود فرج شلون بدي افنشه بابا فين فانتاك قولي اخر عمي اموت عيني الحشره هاي يا عيني عليك مجوده رحله وخلصت منه اوعك تسمع كلمه امك ولك بعدين عيب عليك امك عم توقع بيني وبينها يخرب بيتك من حالك بدك تموت ابوك استدلني اخلص الكولا على الماليه طيب يلا ماشي امي الصوت بدي استناك بخلص الكولا بعدين بفنشه اه يا غبي بدك تستنانا وقت بيخلص وبوت فنشه خلصنا منه اهو راحت عليك يلا لبرا يا غبي يخرب بيتك من حالك بديش والله بديش انا هيك حظي على طول لما بلعب بالتليفون بيجيني فريق زباله لما بلعب بالحقيقه بيجيني فريق اسبال والله طلعت ما قليل يا ابو عبيده قول يا ابو عبيده لساني طولان اول واحد بفريقك مات والدور عليكي جهزي حالك يخرب بيتك ما بقي معي طلقات يخرب بيتك بالخدوج الكرش نعم مي شبك انا طلعاتي هذا بيخلص وش عامل شارك اللعبة على الانتهاء وكسبنا لعبادة ضرب لك شي طلقة بالهواء تعبيرا عن الفوز يخرب بيتك من حالك ايش بدي اعمل هلا ايش بدي اعمل لا اطل ما في غير هالحل حتى لو كان برد قوانين اللعبة ابو عبادة الحق انت حسين وقف على الشباك عم تنشر غسيل شو انت حسينه حبيبة القلب عم تنشر غسيل جايينك رجع بسرعة لك هدفك رجع تحكوا عليك عندك وقف سبال في أرضها رايحنا للتحسين مو خدوج طعينه عدادك خلص جهز حالك برا اللعبين ام عبادة هذا غش البوبجي ما فيها التحسين وما فيها هذا الكذب عبادة غطي علي ايش بدي الحق فيك قلت لك لا تروح علوبي يلا راحت عليك بقرب لهون عطونا 3-2-1 مع السلامة يا حقيرة يا غشاش شو الأوضاع عندك يا حلو ما بي غيرك تشاهد على روحك قولي بقيت تحالي أنا لهي مؤامرة كبيرة طيب اسمعوا ايش رايكم نعمل تحالف لا تحالف ولا زفت خاصين اللعبة كسبناها بإذن الله خدوج خليك معي معك أمي معك ما أطيبها قولك هلو مو ضروري تتزهرمي خاصينا منه وبعدين بدك تشربي فوتي عليه بالخطة اتفقنا عليها يلا عمي يلا هو بقى اخدناها وبطلنا نشرب يلا طيب سوس يلا ولا عبادة سوزي عم تحكي معك وما بتحكي معك النوم ايش عامل له تعال شوف لا يا مفكرتيني ابوكي حتى يضحك علي لا سوزي ولا بطيخ عندك ولا حاكم خالص عطونا 3-2-1 بنقول له مع السلامة صحيح انا خلصت طلقاتي مرقت على خير بابا لا تقول طلع ساحك على السما قولي انا مع القاضي استفيد شي منهم شو بدي اقطع هلا ستوب وقفوا شوي انا بابي معي طلقات شو بدي اقطعك لعوني حل بسرعه لا ما حسيتين ما في وقت ببجي طلعي سلمي حالك حط الساحك بالارض خليني افنشك بسواب هيت شوت صح غير شو راحت عن بالي بلاش سلاح بلا بطيخ انا بعرف الطريقه شلون افنشو فيها خدوج غير الخطه بسرعه يلا فورا يلا ولا عبالة شو هاد شبك انت كمان عندك يا حشره ومنقول لك جيم اوفر ليه ما تبوبجي فيها ضرب البابوج الحق بالتنين لا والله ما بتستاهل للتاني شفت الهيت شوت تبعت امك شلون بتصير خدوج طاعي خالصين كسبنا للجيم يا نصابي يا مهتالي عم تربحي بالغش الموجي ما فيها ضرب بيجي يا حقيره يخرب بيتك من حالك انت لسه عايش ولك عين تحكي لسه بعد كل اللي عملته بدك انت حسين لسه انت مو بدك انت حسين تعال اعطيك اياها على السوا تاعه يا ريت ما حكيت ولا